مساء الخير اهلا بكل مشاهدينا حلقه جديده ومصر الاهم النهارده 9 ديسمبر 2014 هنبدا مع حضراتكم بمجموعه من الاخبار السريعه موضوع حلقتنا النهارده الاثار المصريه ما بين التهريب والاهمال واخر فقراتنا النهارده قراءه لمنشات صحف الغد وتحليل لاهم الاخبار نبدا مع حضراتكم بمجموعه من الاخبار السريعه الرئيس يصدر قرارا بزياده المعاشات 5% بأثر رجعي اعتبارا من يوليو 2007 محلب يعلن إطلاق الخطة الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد صحة القضاء على بؤرة العدوى بالحصبة بمطروح خلال ثلاث أسابيع أحزاب سياسية ترحب بالتقسيم الجديد لقانون الدوائر وتصفه بالجيد سفارة البريطانية نشكر الحكومة المصرية لتعاونها الإيجابي ونسعى لاستئناف كامل للخدمات نائب العام يحيل ملف التسجيلات الإخوانية المفبركة للقضاء العسكري انهيار عقار, مقو... انهيار عقار مكون من طابقين بالترجمان والعثور على طالبة على قيد الحياة تحت الأنقاض ضبط 258 قطعة سلاح 236 تاجر مخدرات وثلاث عصابات خلال 24 ساعة بالجمهورية نطلع لفاصل مع حضراتكم وآراء مجموعة من السادة المواطنين في الشارع المصري كيف نبني مصر؟ ونرجع نواصل لقاءنا مع حضراتكم وفقرتنا الآثار المصرية ما بين التهريب والإهمال. ابن مصر بالإيمان بالله، بالعزم، بالأمان في مصر، بالسياحة، بالاقتصاد، بالتعليم، بالصحة. منع الغش، منع التدليس. والطرق المؤدية للفساد بالالتزام والعمل وأنه كل واحد يؤدي اللي عليه كل واحد يشتغل في مجاله ويخدم بلده وإزاي يعرف يخدم بلده في كل واحد في تخصصه يعني حبنا بعضينا وخفنا على بعضنا يبقى الاقتصاد هيرجع يعني زي الاول يمكن بل يكون احسن من الاول ان شاء الله تعالى قلبنا على قلب بعض نحب بعض نحب الريس نحب بلدنا نحب بعض ونشتغل يجب كلنا نتجر العمل وننسى الماضي وننسى الخلاف اللي كان قائم وكان موجود نعتبره جزء من الماضي علشان نتحرك لقدام. لازم كلنا نقف يد واحده ونحارب الفساد. كل منا يجتهد في مجال عمله باخلاص بجد آه ننبذ الخلافات اللي ما بينا آه ننحي كل الامور آه المختلف عليها النهارده جانبا نحط آه بلدنا نصب عينينا النهارده. نبنيها بالعمل والكفاح، كل واحد في مجال عمله يتحرك ويخلص في عمله. ونقضى على الفساد بقى اللي في البلد لابد من تضافر الجهود كلها كل أطياف الشعب في كل وزارة وكل اتجاه كل مصلحه قوميه كل قطاع عام يكون فيه إيه يعني اخلاقيات العمل بدقه الضمير الضمير ن... ن... يعني نعول على الضمير للانسان طالما ضميره ب... هو اللي بيراقبه مش هيعمل حاجه وحشه. لو بدانا حقيقي حقيقي صح نحقق العداله الاجتماعيه والاستقرار والامن هنقدر نبني مصر. نرجع مره ثانيه مع كل الساده المشاهدين ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر الاهم. زي ما قلنا قبل ما نطلع للفاصل هنتكلم على اثارنا المصريه طبعا كلنا عارفين ان احنا عندنا ثلث اثار العالم. كل الغرب بيبص لنا ان احنا عندنا كنز استراتيجي ولكن للاسف الشديد البعض منه مهمل والبعض الاخر مهرب سواء كانت بطرق شرعيه اللي كانت بتتباع قبل كده بقوانين او لتهربت بعد كده وطبعا شفنا كتير من الاثار اللي كمان تم استردادها بشكل قانوني قوانين كتيره جدا بتنظم عمليه الاثار وتواجدها في الخارج نتكلم على القطع المصريه الموجوده بالخارج القطع المصريه الموجوده هنا ازاي نهتم بالاثار بتاعتنا ازاي نستغلها احسن استغلال علشان خاطر يبقى عندنا استفاده قصوى من السياح اللي يجوا يشوفوا الاثار بتاعتنا في مكانها في بلدها في ارض الحضاره وبيسعدنا ان احنا نلتقي النهارده مع علماء في علم المصريات او يعني الاثار عامه بيسعدنا ان احنا يكون معانا الاستاذ بسام الشماع كاتب المصريات اهلا بحضرتك أهلاً ومعانا ايضا الاستاذ عماد مهدي الباحث الاثري وعضو اتحاد الاثريين اهلا, أهلاً بحضرتك يا هنبدا ونتكلم على الكنز الاستراتيجي اللي عندنا أثرنا المصريه كل العالم بيبص لنا كتير عندنا قطع يعني بسمع ان عندنا يعني كم من الاثار ولكن للاسف الشديد مش ملقى عليها الضوء في المتحف شفنا للاسف الشديد فيديوهات من سرقه المتحف في احداث 25 يناير نسمع ان المخازن مكدسه بقطع من الاثار اللي ما حدش عارف هي ايه ولا في نفس الوقت عرضه انها تبوظ اول حاجه انها تتسرق تاني حاجه انها تتهرب تالت حاجه فنعمل حصر للموضوع في البدايه ونعرف الساده المشاهدين بموضوع الآثار هبدا مع حضرتك استاذ بس الجمله اللي انت قلتيها فيها ثلاث قنابل معقوطه <applause> 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 القنبله المعقوطه الاولى هي الكنز الاستراتيجي في المتاحف وفي المناطق الاثريه والسؤال هو هل تم أرشفة هذه الآثار ولا لا بمعنى كده بسيط <applause> لو المتحف المصري فيه فوق المائة ألف قطعة ما بين <applause> مخازن وما بين اللي احنا بنتفرج عليهم في الدور الارضي والدور العلوي. م. السؤال وده سؤال بسيط جدا محتاجين منه رد من وزاره الاثار. هل انتوا ارشفتوا كل هذه القطع؟ م. طيب واحد يقول لي طب واهميه الارشفه دي ايه؟ اقول لك لما يبقى في قطعه مسجله ومحطوط عليها الرقم بتاعها والاثر بتاعها يبقى معروف الاتجاه رايح فين؟ وخصوصا ان هيتم نقل قريبا بعض هذه الاثار او كلها من المتحف الكائن في التحرير إلى المتحف الجديد الكائن بجانب ميدان الرماية م. إن شاء الله. اللي هو المتحف الكبير. اللي هو المتحف الكبير. هذا المتحف الكبير 117 فدان هم في تخطيط على إن احنا ننقل هذه الآثار إلى هناك. م. طيب ده كده فكر جميل جدا جدا. الكارثة بقى في عملية النقل دي اللي ممكن تحدث ما بين التحرير وما بين ميدان الرماية. ممكن يحصل حاجات عجيبة في النقل ده. مم. المشوار ده ممكن يحصل فيه حاجات عجيبة. طب ايه اللي يوقف الحاجات العجيبة ديت؟ اللي يوقف الحاجات العجيبة ان انت تكون مأرشف ومسجل هذه. صح. هذه القنبلة الموقوتة الأولى. يبقى المطالبة بان احنا يتم ارشفة آثارنا كل منطقة أثرية تسلمني في آخر 2000 أو في نص 2015 سي دي أو فلاشة عليها كل المناطق اللي عندك بأرقامها وبتسجيلاتها. مم. يبقى ديت القنبلة الأولى الموقوتة. مم. ومعنى كده ان احنا فككنا الايه؟ فككنا مم. القنبله اول فتيل خلاص اول فتيل فكيناه خلاص بقت امان آه. و و وسالمه. القنبله الثانيه اللي حضرتك ذكرتيها آه الموقوته هي فكره الغرب والشرق والعالم كله بيبص على اثارنا ازاي وخصوصا الاثار اللي مش معروفه. معبد سرابيت الخادم في سيناء اشتغل عليه الصهاينه في وقت احتلالهم البغيض لسيناء من 67 ل 73 جامعة بنجوريون أهو بنحددها وموشى ديان أكبر لص آثار في العالم وبنته تعمل متحف للمقتنيات اللي ابوها كان مستحوذ عليها يلمها بقى ده انت بتعملي متحف ده, ده لازم يسموه متحف المسروقات مثلا لو <applause> تحب يعني ده المتحف بتاع الحرامي <applause> طيب لما انا اقول لك جامعه بنجوريون اشتغلت في سينة عشان يطلعوا حته بتاع كده تثبت وجودهم في ايام مصر القديمه او كده عشان يبداوا يشتغلوا عليها للعالم كله وسينا بتاعتهم وسينا ما بتاعتنا تستغربي لما تعرفي بقى ان في 2006 2006 يعني مش بعيد يتم في ويلز في الجامعة مؤتمر عالمي يدعو إليه أساطين علم الآثار المصرية في العالم عشان يلقوا بدلوهم وبمحاضراتهم اسم المؤتمر إيه يا مصريين م. اسم المؤتمر إيه يا وزارة الآثار يا وزارة الداخلية هتقولي طب وإيه اللي وزارة الداخلية هقول لك بقى اسم المؤتمر التحصينات العسكرية ونقاط الشرطة والدروب العسكرية في سيناء أيام المصري القديم بيذاكر فيك إيه؟ تاريخي بيذكر بقى بيذاكر فيك صمت. إيه؟ آه. بيذاكر أنت ليه حطيتي قلعة ثارو في الأنطرة؟ مم. وبداية طريق حورس الحربي أول درب حربي تم مع عمله في تاريخ الأمم اللي يمشي في الجيش المصري من آلاف السنين هو عايز يعرف ليه أنت ماشي مشيتي في الدرب ده؟ ليه المصري القديم العبقري ده ما فوتهاش كده؟ عايز يعرف ليه نقاط البوليس في الحمايه بتاعه سينا من الاف السنين كانت موجوده فين وتبداي بقى تتفهمي كل شيء ونظريه المؤامره تتحول الى حقيقه المؤامره عندما تقراي في اسماء الذين حضروا هذا المؤتمر ليحاضروا بروفيسور اليعازر اهلا ومرحبا بكم معروف اليعازر من جامعه بن هما هم كاتبين كده عادي جدا مكتوب وبتاع للاسف الشديد مثل مصر مسؤول في وزاره الاثار وقتها للاسف الشديد وراح يعني بقى بحسن نيه وبتاع فاذا ده نمره اتنين يبقى م. تفكيك هذا الفتيل هو ايه؟ هو ان انت تلوح بصولجان القوه وليس بالدبلوماسيه المخمليه اللي مش جايبه فايده والدليل اليونسكو اليونسكو ماده اربعه اقروها وانا متاكد ان وزاره الاثار عارفه ماده اربعه اللي انا مسميها ماده العار بقى لي سنين بحاول اقول لازم مصر تتقدم بطلب لان هي تلغي هذه المادة المادة ديت سيمبلي كده ببساطة بتقولك لو بلد أهدت بلد آخر بص الكلام تبادلها طوعا م. لما أنا تبادل مصر تتبادل مع أمريكا طوعا م. حلو مثلا يعني أو الممتلكات الثقافية المهداة يعني محمد علي قام من نوم الصبح أهدى مسلات انت مين عشان تهدي مسلات السادات زي ما قال لنا أشرف العشمان مستشار بتاع هيئة الآثار في كتابه سرقات مشروع قال لك السادات اهدى فيما اهدى عشر تماثيل لابي منجل رب الحكمه الاسطوري في مصر القديمه انت مين مين ادالك الحق انك تدي الهدايا دي الحكومه المصريه ايام اللي لما انقذوا 19 اثر من بحيره مياه بحيره ناصر ابو سنبل وغيره فيتم اهداء معابد انت متخيله لما بتروحي نيويورك في المتروبوليتان ميوزيوم انا جوه المتحف ده اديت محاضره جوه معبد مصري كامل مهدى من الحكومه معبد بتهدي معبد روحي مدريد روحي اسبانيا احنا عندنا كتير منه بقى مش مشكله اللي هو ده واخده بالك فتبص تلاقي الممتلكات الثقافيه المهدأة ومشتراه بطريقه قانونيه حضرتك قلتيها بقى القنبله الثالثه لو اديتها ان هي هل دي طلعت شرع مش يعني شرعا آه. خلاص يبدا ايه بقى الحاجات اللي انا قلتها دي ايه آه. تمثل جزء في البلد الاصل ممتلكات جزء من الايه الموروث الحضاري البلد الثاني يا سلام م. يعني مسله رعمسيس الثاني اللي اداها محمد علي من معبد الاقصر الى لويس فيليب ملك فرنسا اللي موجود دلوقتي في الكونكورد سكوير او في ميدان الكونكورد باريس زارها السنه اللي فاتت 82 مليون سايح دخلوا فرنسا مم. اصبحت دلوقتي جزء لا يتجزا من الموروث الثقافي لفرنسا طبقا لقانون اربعه اللي انت مش عارف او ماده في اللي انت اليونسكو. مش عارف في اتفاقيه اليونسكو فنحن نتكلم الان على لو انت ما قمتش وخصوصا ان السنه دي الله فرصتنا فرصه ذهبيه ها ان احنا عندنا السيد سامح عمرو وهو ماسك المكتب التنفيذي لليونسكو مصري قوم الصبح يا سيد قوم الصبح يا سيدي واعلن رفض مصر للمادة أربعة لأن المادة دي مكحفة والدليل على كده اليونسكو سعادتك في السعادة إيه؟ فكريني كده ده أنت حلو. عندك رأس نفرتيتي في برلين لما زميلتنا اتصل لم بيهم وقالت لهم برينج باك نفرتيتي زاد ارجعوا إيه رأس نفرتيتي ردت نفرت. إيه؟ كمان نفرتيتي ناو ذا برلين جيرل إيه؟ ما معناها كده يعني إيه؟ برلين دلوقتي بقت فتاة برلي... آه. نفرتيتي بقت فتاة برلينية خلاص بقت الفيور مش عارف ايه بقت فرولاين نفرتيتي خلاص اديها بقى لقب الماني ميسيس بقى جامبير رمسيس خلاص ما بقاش مصري آه هي طبعا مشكله كبيره بس يعني لو ده يساهم في نشر الحضاره والثقافه المصريه في دول العالم ودول كانوا طالعين بطرق مثلا كانت شرعيه فخلاص ما فيش مشكله لان ما حد هيروح الكونكورد ويقول دي و... مسله فرنسويه و... وامتى انت عرفت عارف حاجه في ميدانك مصري. امريكيه؟ امتى اخر مرة أنت عرضتي اثر امريكي او مكسيكي في مصر؟ لا ما هو مفيش ولي. ما دي حق. لا ما دي دي يعني دي لا بال 300 سنة بتاعه بقى 300 سنة بالطح. يعني المكسيك لا. حضرت الانكاز والاسكس بتاعت امريكا اللاتينية فرنسا اليونان اليونان اي م. بلد لها باع انتي بتستجري حد يجي كده يطلع في الميدان ولا يطلع في متحف يقول لهم انا عندي اثر من فرنسا ولا عندي آه اثر من اليونان ولا من ايطاليا ولا من روما طب روما واخده 14 مسله ايه رايك بيازا ديل بوبلو بتاع لاترانو الميادين اللي في روما كلها كلها مسلات بتاعتنا بس يعني ساعتها كانوا برضه الرومان كانوا موجودين يعني ابتلينا غزاة كانوا موجودين غزاة واخدوا الحاجات حرامية يعني من خل الأحر. احنا عايزين اتكلم على ارض الواقع دلوقتي راي حضرتك استاذ عماد في الموضوع هو طبعا استاذ بسام اتكلم على الشق الخارجي بالنسبه لتهريب الاثار وعرضها وبيعها في المزادات انا هتكلم على الشق الداخلي اللي من الداخل يعني بدايه تهريب الاثار والحفر الخلصة اللي بيحصل غياب الوعي الاثري والتاريخي عند كتير من المصريين وده للاسف ده حاجه مهمه جدا دي كارثه كبيره طبعاً, طبعا ما فيش قيمه اثريه للاثار فبالتالي هو بالنسبه له هو مجرد قيمه ماليه عايز يحول القطعه اللي قدامه دي او لفلوس, يحولها لفلوس فطبعا ده غياب الوعي الوعي الاسري والتاريخي وده يبدا من دور المدرسه يبدا بتضافر جهود مؤسسات الدوله زي وزاره التربيه والتعليم وزاره الاثار وزاره الثقافه ويبدا نعمل عمليه توعيه للثقافه والوعي الاسري التاريخي لقيمه حضارتنا طب. آه برضو دور منوط بيها برضو أجهزة الامنيه في مصر لان يعني طبعا الحفر الخلسه دي يعني انا جايب ان شاء الله في صور نعرضها على منطقه في بني سويف في مركز اسمها تل الحيبة دي منطقة تعرضت لمجزرة تاريخية يعني م. تم السطو وحفر أكثر من 400 موقع أثري في في القريه ديت تم خلال الثلاث سنين خلال الفتره اللي فاتت دي وللاسف انا احب يعني اوجه نقطه لان معظم المسؤولين يعني بيعلقوا على شماعه الانفلات الامني. معلش انا هقول فين شماعه الانفلات الامني مم. وكانت الاوراق الماليه والبنوك تحت حراسه شديده في قوات الامن. مم. ليه تركت المواقع الاثريه بدون حراسه وحطيت على البنوك والأوراق الماليه؟ هل الاوراق الماليه اكثر قيمه من الاثر؟ بالعكس القيمه الاثريه هي لا لا تقدر بثمن. انت حطيت لي حراسات وشرطه ومشكوره على كل ده بس ازاي تسيب لي المواقع الاثريه على جميع محافظات مصر كانت عرضه طبعا لاعمال السلب والنهب والحفر الخلصة. اه نتكلم مثلا على عمليه ان في تطوير يعني لو شفت حضرتك في الصور آه في اجهزه صور. اللي هو الجيوسونار دوت ده بي دلوقتي دي بقى المحترفين في عمليات تهريب الاثار بيحفروا أوه. وبيبحثوا عن المعادن <applause> وده يعني أجهزة للأسف بتباع يعني احنا شابين بس اسم الموقع ده بيباع في إحدى الدول العربية الجهاز زوت وثمنه لا يتعدى ال 40 ألف جنيه ايه ده جهاز بيعمل ده جهاز زي حضرتك يعني بيكشف عن المعادن تحت الارض والتجويفات اللي موجوده في الاعماق الارض بيوصل لعمق 8 متر فنعرف و... ان هنا في مقبره يعرف اه ده بقى بيستخدموه حضرتك المهربين وبيستخدموه بقى المنقبين المحترفين مم. مش بقى الجماعه بتوع الشيوخ والشعوذة اللي بيعملوها دي اه بيقولوا مش عارفه آه. حاجه زي بقى لا الناس دي بقى متطوره جدا. جدا لا دي الناس متطوره جدا في عمليات التنقيب والحفر الخلصة وبيستعينوا دلوقتي بالاجهزه ديت ودي بتكشف لهم عن الاعماق اللي موجوده وهل في تجوفات في في الاعماق وفي بتطلع بيانات تحليليه لجهاز الشاشه مع جهاز مرفق بيه بثلاثي يعني ابعاد سهل عملية يسهل عمليه وده الأصل. طبعا خطر وازاي اجهزه زي دي تبقى مباحه كده وموجوده في مصر للاسف و... وهو استخدام الجهاز ده لكده ولا يعني هم طوعوا استخدامه لا هو الجهاز تست... للكشف عن المعادن آه. يعني الجهاز للكشف عن المعادن في للاسف لقينا ان في موقع دوله عربيه شقيقه لمصر بيتباع بيباع يعني عمليه بقى المحترفين بقى اللي بيدوروا على اي عملات قديمه احنا بقى مش عملات قديمه احنا عندنا كنوز تحت الارض فطبعا ان الجهاز دوت يوصل لمصر هو ويستخدم احنا عندنا كتير اثار تحت احنا الأرض عندنا ما كتير جدا عنها. واقول لحضرتك على حاجه انا كاسري وك كأ يعني اي واحد اسري او محب وعاشق لتاريخ مصر بيفرح جدا لما بيلاقي كنز يطلع انا النهارده بقولها لحضرتك على الهوا انا بتمنى ما فيش حاجه تطلع م. يمكن باطن الارض يحفظ اثارنا أكثر ما تطلع وتتبهدل وتتسرق وتبقى عرضه للاهمال يعني ده حلم اي اسري انه يتم الكشف عن موقع اسري احنا النهارده في الظروف اللي مصر بتمر بيها واثارنا بتمر بيها دي انا ما اتمناش ان يحصل اي كشف لا تخليها في بطن الارض كده حافظها وصينها احسن صح والله يعني حضرتك معاك حق يعني للاسف انا, أنا اقول لك حاجه استاذ عماد احنا موضوع الانفلات الامني ده احنا شويه ادينا اه طبعا ده واضح جدا ما يعني بحبش اقلل من ده لكن لما انا اقول لحضرتك مثلا في 2004 تم سرقه المتحف المصري هتقولي يا يعني قبل الثوره اه فنقول لك اه تخيلي كان في سرقات قبل الثوره م. طيب القطعه اللي اتسرقت في 2004 دي ازاي الحال ايه الاخبار فين هي الشفافيه هي قطعه ايه ده اثار مش عايز اقول لك قطع ومترق يعني قالوا كده بالرقم م. طيب 2010 ادينا قربنا اهو شويه كمان وزاره الخشخاش يتم وزاره الخشخاش وقال لك اصل الـ انا اتاردت لي كده من مسؤول عظيم يعني قال لي اصل الكاميرا الكامير مش اللي جوه الاوضه كانت السلكه مش راكبه مش عارف ايه بتاع ايه ايه يعني انت عارفه سهره لوحة الخشخاش آه لازم تروحي اوضه مش هي مش موجوده أيوة أيوة. على حيطه مع كل آه. اللقطات آه اللي جنبها في, في غرفه بالظبط كده ففين الكاميرا والراجل ده أخد وقته قوي وهو بيقطع وراحت فين وجت منين ولا حاجه وبعدين معرفش مين التهم وبتاعه سجن وما سجن اه طب عايزين نعرف ايه راحت فين بقى مم. طيب نوصل لغايه 2010 وانا اعتقد يا أستاذ عين ان 2010 ده نشد فيه خط كده ما قبل وما بعد في حكايه سرقه الاثار دي ليه؟, لأن لأن 2010 بتمثل حادثة هي الأغرب من وجهة نظر المتواضعة في التسعة وعشرين سنة اللي أنا بقرأ فيهم تاريخ الحادثة دي ببساطة كده أنه تم سرقة منبر كامل من مسجد أثري أنا أفهم حد يسرق تمثال صغير ده منبر وشابتي قد كده من اللي بيتحط مخفة وزنه وغلى ثمنه تمام أفهم أنا مش عارف سلسلة إيه بتاع من فين انما تسرق منبر من اللي بيقف عليه الخطيب يوم الجمعة فين بقى في مسجد قاني باي وليس قايد باي قاني باي وده مملوك كان شغال عند قايد باي عشان اللخبطة يعني فقاني باي الرماح فين ده يا عم فين مكانه فين مكانه <applause> <دا؟ تصفيق> فين مكانه احنا طبعا عندنا مشكله اكبر انه في حاجات كثيره احنا كمصريين ما نعرفش هي فين انت بتعدي قدامه كل يوم وانت معديه من قدام السلطان حسن في الميدان بتاع القلعه الجميل والرفاعي قدام الرفاعي كده اهوت هتلاقي كده اهوت مطلعايا هو ده مقفول المسجد ده مغلق وهو ايه من ايات المعمار والفن الاسلامي هذا المنبر يتم سرقته كاملا 2010 ويتم تقديم النائب للنائب العام وقتها من الشيخ حمايه، الشيخ الجميل بتاع السلطان حسن، م. وقابلت الراجل وكلمته، انت مقدم بتروح للنائب العام يا سيدنا الشيخ؟ قال لي بروح، راجل ايجابي محب الوطن، وحب الاثاره، م. عمل اللي المفروض اي واحد مننا يعمل صح, صح كده؟ وعلى الحكومه انها تقول له متشكرين جدا ان انت راجل ايجابي وحابب بلدك، م. كويس؟ 2010، 2014 بتنتهي فين المنبر ما؟ الملف ده فين؟ وفين المنبر احنا عرفنا هو راح فين ولا منعرفش ولا تعرفي معلومة آه. وتقالي بقى حاجة تانية ان اتعمل منبر وتحط مكانه اه علشان نداري عالسرير انت متخيلة اولا آه. نمرة واحد ايه الريلاكسيشن اللي هما شغالين بيه ده ايه عملية الهدوء قوي اللي انت بتق... وبعدين ده منبر مش هيطلع من شال يعني مش انا وانت هنيجي امسك من عندك هند والنبي بس اظبطي لغاية لما نحطه على العربية مش هتبقى كده هتبقى تقطيع وهيتفكر. وتفكيك و من بعد كده ويخرج, ويخرج, ويخرج حتت ولو خرج حتت, حتت. واتباع في حتت مختلفة دي حالة والحالة التانية يتجمع تاني عشان يروح لواحد بس ويتحط في حتة ومش هيطلع لك في متحف ما تستنيهوش في متحف وما تستنيهوش في صاله مزادات من اللي احنا باسكين ملفاتها بقالي 3 أربع سنين وعمال افضح فيها مش هيطلع كده ومش هيطلع دلوقتي ما هو بس الكلام اللي حضرتك بتقوله دي الكارثه الكبيره زي ما استاذ عماد احنا المشكله ان احنا مش حاسين بقيمه الحاجات اللي عندنا احنا مش حاسين ان احنا عندنا كنز وان احنا لازم نبقى فخورين ان دي بلدنا اللي فيها يعني سواء كانت اثار فرعونيه اسلاميه او قبطيه او غيرها من الاثار تنتمي لعصور مختلفه احنا مش حاسين احنا ما نعرفش قيمه الاثار طب بتروح تدخل الاثار تلاقي حفرين وكاتبين وعادي الوقت والقلوب اللي... والحاجات الغريبه دي ده غياب الوعي الاسري اللي قلت عليه وده دور بقى م... لازم تتكاتف مؤسسات الدوله نبدا بقى نفهم الناس تاريخها كويس ونفهمهم اثارها لما المواطن يعرف قيمه تاريخه يعني حضرتك بص النهارده على خريجي كليات الاثار عاشقين لتاريخ مصر لما درس حضاره مصر القديم اعتز ب... ب... بح... بهذه الحضاره الرائعه والعريقه هو اكتر واحد هيحافظ عليها المواطن العادي برضو انا ما بلومش على المواطن انا بلوم على الدوله الدوله هي اللي لازم هت... هتوصل المعلومه للمواطن نعمل محاضرات في الاحياء الاثريه زي مثلا عرب الحصن في المطريه صالح حجر في بعض المواقع ديت نبدا لا الاهالي المجاورين لهذه الاماكن الاثريه نبدا نعمل لهم وعي بس هقول لحضرتك حاجه الاهالي لما بيبقى عندها وعي بانه الحفاظ على هذه الاثار هيكون ليه مردود ايجابي عليهم بيحافظوا عليه وده زي ما حصل في بتالي في الغوري صح في المنطقه دي أكيد بعد شهر اه الغوري حصل تطوير بشكل كبير قوي مزبوط والدكاكين بقت معموله زي كانها بتاعه زمان لما الناس عرفت المردود وده كان بعد الثوره يعني هي كانت مرممه قبل الثوره وبعد كده اثناء ثوره 25 يناير الدنيا باظت واتدمرت طيب تعالي تماماً بقى نجيب نموذج تاني رجعوا عرفوا القيمه في بالظبط تعالي بقى نحط مثال سلبي ده مثال ايجابي نحط المثال السلبي عندنا مثلا منطقه عين الشمس منطقه مطريه دي منطقه اون القديمه دي تعالي حضرتك شوفي موقع الأسري الحرم نفسه الاثري بتاع مدينه اون القديمه في عرب الحصن زباله مرميه فيها حفر خلصه ما فيش هل علشان دي في حي بعيد وده مثلا حي القاهره القديمه في حي مثلا راقي شويه انت مهتم بيها كمسؤول لا اهتم بكل المواقع الاثريه واعمل عمليات جذب للسياحه ويبقى في عائد للسكان السكان هناك بيقولوا احنا كان بيجوا السياح اجانب كتير في المنطقه ديت الدوله ما اهتمتش في في منطقه عين شمس بيقولوا المواطنين نفسهم يعني دلوقتي ما فيش سياحه بتيجي يعني على الاقل السياحه لو تيجي اللي هيعمل له كشك اللي هيعمل بازار صغير فالمواطنين هيستفادوا من الموقع الاثري انما للاسف دور تاثير من المحليات اللي سايبه المواقع الاثريه دي اهمال اهمال داخل وزاره الاثار نفسها اللي ما بتهتمش بالموقع دي وكان في حديث سابق مع السادة الوزير في احدى القنوات الفضائيه م اشرت وطلعنا الصور المنطقة الزبالة لحد النهارده اللي باللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دي بتصل باحد المواطنين في المنطقه منطقه عرب الحصن لحد النهارده ما فيش حاجه اتشالت لحد النهارده برضو المنطقه ولما انت رحت هناك شفت الاهالي بقى متعاونين زي متعاونين نحن. انا يعني الاهالي يعني الاهالي تعاونوا معاك حضرتك الكاميرات اللي دخلت معايا بتاعت القناه الفضائيه دي وانا راجل بحمل الكرنيع عضويه اتحاد الاسرين منعت ان انا ادخل المنطقه م. هو انا من النهارده لما بسلط الضوء على سلبيه م. احنا مش غلط احنا بننتقد الدوله الغلط السكوت على الغلط ان انا ما ينفعش اسكت فمنعت ان انا اخش تخيل حضرتك ان الاهالي اللي طلعتنا وطلعت الكاميرات وصورت المكان الاهالي حابه ان المكان ينضف الاهالي حابه ان السياحه ترجع تاني يعني مش هقول المطريه ديت علشان الساده المشاهدين برضو يبقوا معانا في الموضوع ده المطريه عين شمس هي مدينه فوق مدينه بالظبط لان مدينه اون او ايون او ايونو الثلاثه صح دي كانت عاصمه وكانت مدينه من اهم المدن والدليل على كده هتبص تلاقي بعد مده المسله اللي مشهوره جدا في المطريه دي اللي كل الناس تعرفها ديت من اقدم اذا لم تكن اقدم مسله واقفه انت متخيله لما تروحي مثلا امريكا او تروحي مطار في لندن او بتاع وتعملي بوستر للمسله دي مم. وتكتبي كده تعالوا زوروا ادم مسله واقفه في الدنيا في الدنيا هو اصلا قبل ما يوصل المطاريه غالبا مش هيشوفه <applause> مش هيشوفه <تصفيق> <تصفيق> يعني انا بقول ايه الاهتمام بالمطاريه المطاريه دي دي ايونو عشان كده مهندس الهرم مثلا ايوه حام ايونو هو ده احنا له حمله كامله عشان نطالب بعودته حام ايونو ده ده لو تمثال <applause> تم تم واحد في العالم واحد بس واحد بس اهو وفين بقى التمثال ده الالمان سرقينه حاطينه في متحف اسمه متحف خمسة 35 كيلو جنوب هانوفر غرب برلين مم. انا عمل حمله بقالي سنين داخل فيها الاف الشعب المصري دي حمله شعبيه دي حمله مالهاش دعوه انا بشتغل لا بشتغل في وزاره ولا بشتغل في حكومه لقيت لك الشباب والمصريين واعي تحمس دخلوا تحمس بالطبيعي كويس آه. وقلنا يرجع حم ايونو حم يعني كاهن او خادم مم. ايونو المطريه عين آه. شمس خلاص طيب معنى كده ان الراجل المهندس عادية. العظيم مش ده؟ شخصيه عاديه لا لا, لا ده مهندس الهرم ده اللي مهندسين الدنيا زي كلهم بالظبط كده ده اللي العالم كله واقف قدامه فاتح بقه ومهندسين الدنيا كلها يقفوا يقولوا يا حمي يقولوا انت بنيت الهرم ده ازاي حطيت ازاي 2 مليون و300 الف هو ما كتبش بنى الهرم ازاي حام يونو ما كتبش ليه؟ لكن له تقوم... او كتب ولسه ما اكتشفناش مش حضرتك كنت بتقولي يا استاذ عماد هو احنا لقينا كل حاجه لسه في كتير تحت الارض ما يمكن خريطه البونه ديت مع الاستاذ المهندس ده وبعدين ده احنا اتفقنا انه مهندس ايه ايونو اللي هي عين شمس يعني حام إيونو ده خريج هندسه عين شمس اقدم أيه. جامعه ودي فعلا اقدم جامعه في التاريخ وده الدليل الاكبر على ان الهرم مصري يبقى لمصلحه مين التمثال ده يا يقعد بره مصر بقى ويختفي في متحف محدش حد عالم. اه اكيد في مصلحه البني ادم اللي مش عايز الدنيا تعرف ان الهرم مصري تمس الهويه المصريه لا ما ده برضو بقى موضوع هرجع له بس بعد ما نطلع لفاصل <applause> نشوف مع بعض اراء المصريين في الش مجموعه طبعا من الساده المواطنين في الشارع المصري حول هل الاهتمام والاعتناء بالاثار هيكون ليه مردود اقتصادي على مصر ولا لا نشوف الناس قالت ايه ونرجع مره ثانيه اكتر حاجه واخد بالك البلد المفروض تهتم بيها الاثار كلها عامه من ترميم من صيانه من حفاظ على تراث اكيد لا عائد اقتصادي لان بدون الاثار ما فيش سياحه فلا بد ان احنا الحكومه تتحرك وتساعد تجيب الاثار المنهوبه اللي خرجت بره البلد دي عشان الساحه تقوم من جديد هيبقى مردود جامد جدا لان الاقتصاد كله عباره عن سياحه زائد عائدات زي قناه السويس وبتاع لكن السياحه رقم واحد ان شاء الله تعالى هيكون مردود له اقتصادي على الدوله بالنسبه للاثار لان الغرب كله يحب الاثار جدا ويحب ان يتمتع بالاثار المصرية لانه له تاريخ عريق اكيد طبعا هيبقى له عائد للبلد كبير جدا لو احنا اهتمنا بالاثار ويعني ونحد من عمليه السرقه والحاجات ديت وان احنا نحاول نهتم بالاثار بلدنا ونحافظ على المتاحف بشكل كويس الاثار هي السياحه يبقى لازم 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 في الاول وفي الاخر الاهتمام بالاثار و... و... وكل الاماكن الاثريه والمشاكل اللي كنا بنسمع عنها قبل كده حكايه سرقه الاثار وعدم حراسه الاماكن الاثريه اثار بلدنا هي اهم حاجه في البلد ومصر مشهوره بالسياحه والاثار ولو حافظنا عليه داخل البلد هيزيد الاثار المصريه طبعا من اشهر الاثار في العالم كله وبناء عليه طبعا هتجذب طبعا السياح يبقى بناء عليها تنشط حركه السياحه تشتغل الفنادق تشتغل المراكب السياحيه لو هنا فعلا بالاثار بتاعتنا هيبقى في جذب سياحي مهم جدا الجاليات المصريه اللي عايشه بره هتفتخر بده هيبقى في اقتصاد على البلد وهيبقى فيه تنمية لكل شيء يعني الحاجات دي هتعود على, على مناحي الحياة كلها هرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل موضوع الآثار المصرية وقبل ما نطلع للفاصل طبعا تم طرح موضوع مهم جدا وفكرة شمس الهويه المصريه او الاستيلاء على الاثار المصريه او اثبات انه مثلا الهرم ما يكونش يعني المصريين هم اللي بنوه دي طبعا فكره تداولت بشكل كبير جدا ولكن المصريين كمان عملوا فيها مجهود كبير جدا واثبتوا ان كل الخرافات يعني اللي بتتقال على بنى الهرم ده اي كلام ان المصريين هم اللي بنوا الهرم. نتكلم بقى في الموضوع لانه <applause> بس احنا ما عندناش وقت كتير لا بصراحه هقول لك على حاجه دلوقتي اتفاقيه اليونسكو اللي اتقابلوا مع بعضهم في باريس ديت والعالم كله اتقابل سنه 70 وانت دخلتي فيها السادات مضى عليها وحاجات زي كده لما تيجي تتكلمي على البلاد اللي اشتركت في اتفاقيه اليونسكو منها الكيان الصهيوني كويس كده وبعد كده في اتفاقيه تانية اسمها الليست ترافيكينج الليست ترافيكينج يعني عمليه الاتجار الغير مشروع ده اتفاقية تانية لليونسكو بتقول لك إيه؟ بتقول لك ما تبيعيش الأثر يعني أنت ما تقدريش تبقي ماشية في ميدان كده وتلاقي محل المحل ده بيقول لك تعالي خشي خدي آثار وحدك سيرتيفيكت حديكي شهادة إنها أو إنها إن هو أصلي. إنها أصلية آه. ده قانون الإليست الصهاينة مش مشتركين فيه يبقى يعني الصهاينة اشتركوا في اتفاقية اليونسكو اللي بتحمي الآثار وما اتفقوش في الإليست طيب ما هي واضحه بقى قوي كده لما هو مش عايز يخش في اتفاقيه الاتجار بالاثار ليه يا كيان يا صهيوني وطبعا العالم كله تمام سيادتك ما نقدرش نلمس دول عشان تبقى ضد السماء وضد مش حابينه الكلمتين اللي احنا حافظينهم العجيب في الامر بقى ان انا في ديسمبر 2013 كتب الله لي سبحانه وتعالى ان انا اصلي في المسجد الاقصى وانا مم. ماشي في القدس المحتله لقيت اثارنا في اثارنا الاصليه في فاترين تباع بالكاش تخش تبيع تشتري اثار وتطلع يعني تبقى انت حضرتك كده بتبيعي شاورما في محلك والاستاذ عماد جنبيك بيبيع كتب وانا جنبيك وبعدين في واحد صهيوني جنبك بيبيع اثار شفتها دخلت المحل جوه كلمت الناس خلاص فهو لا يوجد لا يوجد تجريم لبيع الاثار المصريه او اي اثار في تانيه إسرائيل. في القانون بتاع الكيان الصهيوني. آه. تعالي بقى تبقى انت مش داخل في ترافيكينج متحف المسمى بمتحف اسرائيل اهو رحت جبت البامفلت منه. حلو كده؟ مكتوب بالعربي كان... وكل طبعا يا فندم آه. ده انا اول ما قلت لها العربي قلت لها الانجليش الاول ما كنتش عارف انه عربي فقالت لي ببص كده لقيت الخريطه بتاعه المتحف بالعربي آه. فقلت لها هاتي قالت لي اوه وساعدت جدا الصهيونيه اللي هناك. سعادتي ليه يا ستي قالت لك احنا بقالنا كتير حدش طلب الايه البامفلت بتاعنا وخريطه المتحف ذات نفسه هم. بقى ان اقول لكم ان داخل متحف المسمى بمتحف اسرائيل في القدس المحتله خمسمائة ألف قطعة آثار يعني نصف مليون قطعة آثار في متحف واحد انت عندك ان هو اكبر متحف آثار مصرية في العالم مائة ألف وزيادة بالكتير قوي هو والمخازن ومن ضمن الحاجات اللي موجودة في المتحف ده مملكة من اثارنا المصريه اللي صورتها وبعتلكوا الصور بتاعتها ومنها تماثيل كانك لسه نحتاها امبارح بل يوجد هناك شفت وصورت بإيد انا بكاميرتي انا تابوت ملون كامل اللي هو انت بتنقلي توابيت طيب فهمنا ان المتاحف العالميه كلها سرقه اثارنا وحطها فيها محدش بيتكلم واليونسكو اهو اليونسكو ماليش دعوه انا مش شايف ما خدتش بالي دي طيب اهو بصي حضرتك كوارث طيب تعالي بقى اما اقول لك ان مش بعيد عن متحف المسمى بمتحف اسرائيل في القدس المحتله هتفاجئوا متحف الفن الاسلامي اللي عاملينه الصهاينه حضرتك تخشي تشوفي محراب برضه اثار اسلاميه وحاطينها عندهم محراب عدو؟ محراب آه. اهو وسمين الراجل اهو ماير او مير آه. مير ده اللي تبرع بكل هذه الاثار بصي بقى مش كاويت. ورش عمل لتعليم مم. اول ما دخلت لقيتهم حاطين فيلم للطواف حول الكعبه مم. ومن ضمن الاشياء اللي جوه مخطوطه للجذري وهو حظهم البائس بقى إن الجذري ده مثل الاعلى في العلم مم. فانا مذاكر الجذري كويس الجذري مخترع اكثر من خمسين اختراع عنده مخطوطه تحفه اسمها علم الحيل الحيل دوله علم الاختراع ميكانيكا وستاتيكا وتروس بتشتغل مم. وخدي بقى عندكم يا مصريين الجذري هو اول من اخترع الروبوت الانسان الالي ومرسوم بالالوان ويتحرك وينزل ميه ويملى كوبايه روبوت انسان الي هو اخذ منك ايه مم. له مخطوطه هناك بتبين بالالوان الساعه الاوتوماتيكيه في حوزه الصهاينه اخيرا بقى ده احنا ما بنطالبش بعودته ليه دمين. هتقولي لي ده مين هقول لك ده تمثال قد كده يعني مش كبير ولكن مم. قيمته الاثريه غير طبيعيه ده موجود م. في المتحف البريطاني م. اللي فوق ده يا شباب هيروغليف شويه علشان الاضاءه مش مبينه قوي تمام ده هيروغليفي اللي منحوت عليه اه تحت الهيروغليفي كتابات اسمها الكتابات السينائيه اه التمثال 1550 تقريبا قبل الميلاد م. والعلماء قالوا ربما الكتابات السينائيه دي تبقى هي المؤثره في الفينيقيه واحنا عارفين ان الفينيقيه مؤثره في اللاتينيه والجرمانيه يعني اللي علم انجليزي وفرنساوي الاوروبا سينا تثبت الكلام ده منين إيه؟ بتمثال واحد بتمثل موجود لا. في المتحف البريطاني يخش شويه المخازن ويطلع شويه في العرض يخش شويه في المخازن ويطلع شويه في العرض تمثال لماذا لا نوت بكره الصبح يا وزير الاثار انت تعمل عند الشعب المصري والشعب المصري يطالب بعوده هذا التمثال من انجلترا ومفيش حاجه اسمها دبلوماسيه بخماليه انتهى وقت بخماليات خلاص في لازم قوه طيب انا استاذ عماد عايز اخد راي حضرتك في موضوع يعني حضرتك ذكرت طمس الهويه وطبعا دي كارثه كبيره طبعاً جدا طبعاً. انا افهم انه كتير من الاثار اتهربت ووصلت بقت موجوده في اسرائيل او موجوده يعني في فلسطين المحتله وعاملين متحف وعارضينها بس هم مستفيد مين من ده ما حضاره مصريه في الاول في الاخر هو مستفيد ان هو هيلغي زي ما قلنا هيطمس الهويه يعني مثلا زي العالم الجزر دوت ليه دو مفهومه بس ازاي آه. ازاي ان هو هيتمصها تماما هيتمصها مش مش هيظهرها آه. هو هياخدها وهيخزنها عنده انما هو هيخفي اي حاجه تدل على تراثك القديم يعني مثلا زي الجزري واخد بال حضرتك هيطمس الكلام دوت هي... هي ممكن يحرف فيها اذا كان حرف في التوراه مش هيحرف في الاثر مش هيحرف في تاريخ سهل جدا ان هو يلعب وتلعب فيها، وعايز اقول لحضرتك على حاجه ان الاثار اللي بتتهرب للاسف هي بتتهرب من المناطق ومنافس في مصر، في النهارده تجار الاثار عندهم حيل بيبتدوا حيل جديده، يعني بيجيب مثلا على سبيل المثال قطعه اثريه اصليه ويعمل لها عمليه صبغه، بيعمل لها عمليه كساء بالجص زي الجبس كده ويبدا يلون فيها، تبان ان هي مجسمات. تخرج في وسط منتجات خان الخليلي في المطار وتخرج عادي جدا ولما توصل بقى لمحطه الوصول بتاعتها بيتفك الطبقه القشره الخارجيه دي ويرجع الأثر الطبيعي. هو الماكينات بتاعه الاكس راي الموجوده في المطارات ما بتا... يعني ما تكشفش والله انت لازم سيدي سكان. آه. آه. لازم يعني طبعاً. يا مطارات يعني. مصر انسوا بقى الاكس ري ده كان اولد نيوز ده بقى خلاص دي انباء قديمه خش على الاشعه المقطعيه عشان تعرف تطلع اللي بيقول عليه الاستاذ اذا كان التاجر الاثار او المهرب بيتطور فلازم الاجهزه تتطور معاه يعني, يعني طبعا يعني اذا كان الحرمي بيبتكر اساليب للسرقه لازم اجهزه الامن تبتكر اساليب كشف السرقه والشنطه الدبلوماسيه ايه؟ والشنطه الدبلوماسيه بتتفتح ولا ما بتتفتحش؟ هذا سؤال اعتقد هذا سؤال ايوه هذا سؤال أي. طيب البعثات الأجنبية اللي موجودة واللي بتستفيد بشكل كبير جدا من الحفر عندنا أو الاكسكيفيشنز يعني تبقى موجودة في الأثار أو في الأماكن اللي فيها أثار إزاي نقدر إن إحنا يعني ناخد مساعدتهم أو إن هم يبقوا معانا على إن إحنا نسترد الأثار بتاعتنا أو القطع اللي ممكن تكون بتهرب لأن الناس دي هي لو هي بتعمل العمل ده لأنها مهتمة بالحضارة المصرية لأنها مهتمة بالعلم والحضارات المختلفه فدول اعتقد ان هم يعني كويسين تعظيم بصي تعظيم سلام لكل من يحب بلدي واثار بلدي يحافظ عليها وليس م. كل الاجانب لصوص وليس كل الاجانب ملائكه م. انا عندي تنقيبات وخصوصا اديني بقولها لك يا دكتور داماتي وزير الاثار للمره المليون خد بالك من الشرقيه خد بالك من التنقيب في الشرقيه م. خد بالك من التنقيب في الشرقيه اديني قلتها ثلاث مرات اهو لان الشرقيه مستهدفه من صهيون بس وحضرتك عارف كويس إن أنا بقول إن أنت عالم آثار معروف طيب نرجع مرجوعنا بقى المنقبين دول هو أنا فين المصريين أنا عندي مجموعة من المنقبين الأثريين المصريين على أعلى مستوى هتقولي طب الأجانب بيحبونا وعايزين يشتركوا أهلا بيكم ساعدونا بالأم... بالأماكنات ساعدونا بهذه الأجهزة لما هم كمان اللي... عايزين متعة إن هم آه. يكتشفوا الاثر يعني آه. إن هم بيحفروا ياخدوا المتعة آه. طيب دي امتى آخر مرة الصين اتصلت بيك لك ابعتي لي أثريين مصريين يشتغلوا عندي امتى آخر مرة المكسيك أنا بنقي بلاد لها حضارات تليدة؟ مم. بوليفيا احنا عندنا طاقة بشرية كولومبيا تشيلي أنت عارفة إن تشيلي فيها أقدم مومياوات في العالم أقدم مننا مم. أه الشيكوراز الشيكورا دول مومياوات 5000 قبل الميلاد أنت أقدم مومي عندك 3000 قبل الميلاد فهم أقدم مننا ب 2000 سنة طب دول بقى سمعت التليفون سمعت لك ابعتوا لنا الأساتذة المحن... بتوع التحنيط ال... بتاعكم ليه؟ ليه؟ ليه إحنا الوحداء اللي بنجيب أجانب يخشوا يقعدوا عندنا ونسيب المصريين مش لاقيين شغل؟ الاثريين والمنقبين دلوقتي اخبارهم ايه في وزاره الاثار؟ ما فيش شغل. الناس قاعده بعاطله وعندهم يعني اوريك حبه ترميم حبه ايدين مصريه رممت الاثار تروح المتحف بس تشوف المرمم حاجه تفرح حاجه مهدرة. تخلي رقبتك تبقى طاقه بيقى. مهدره للشباب يعني, طبعاً. يعني الشباب الخريجين كتير وموجودين عايز تساعدني شغلهم بس ساعدني بالفلوس ساعدني بالماكينات وحط اسمك آه. واعمل يا سيدي الكتاب بتاع التنقيب ماشي مم. يعني انت عايز تعمل كتاب التنقيب وتصور وكده موافق بالاتفاقيه طبعا مع الحكومه لكن لازم ولزاما ان انت تبقى مصري انت اللي بتحط ايديك في الع... سليم حسن صاحب الموسوعه اللي احنا بنذاكرها لغايه دلوقتي ده كان اول واحد يحط ايديه في منطقه الجيزه طلع ايه بقى لما حط ايديه طلع ممالك ممالك موجوده في المتحف المصري وكفايه موسوعته الرهيبه اللي احنا لغايه دلوقتي بنعتمد عليها كمصدر اذا من الاخر خالص كده اهو يا وزير الاثار اصدر قرارك نمره واحد المصريين هم الذين ينقبوا والضيوف هم احق بتاريخهم يبقوا ضيوف هم احق بعدين ما مدينه تل الحيبه اللي في بني سويف ده اللي اكتشفه برضو عالم الاثار المصري احمد كمال باشا طيب. في العصر القرن ال 18 انت بقالك كام سنه ما سمعتيش عن عالم اثار عالم اثار يعني سليم حسن احمد كمال باشا عبد العزيز صالح الناس التقيلة دي اللي هو الكل اسم فيهم عامل الهرم كده مم. بقالك قد ايه؟ فين الصفوف الثانيه؟ انا عايز شباب انا انت مش في تمكين شباب وفي مش رئيس الجمهوريه قال انه مكن الشباب طبعًا. يا وزاره الاثار مكن الشباب مم. عايز اشوف وشوش وعندك شباب زي الفل والدليل لما جم يرمموا المتحف الاسلامي انا دخلت لهم جوه الترميم بعد الانفجار بتاع باب الخلق مم. اللي مش عايز اقول لك منظر المتحف الاسلامي جوه يبكيكي دم أوه. يبكيك دم وكان لسه مفتوح يعني كان لسه كده كان بقى لسه آه. متجدد وتحفه لسه متجدد. عايز اقول لك بيقولوا لي كن يعني اقول لك ايه بس بيدفعوا من فلوسهم عشان يجيبوا المواد اللي بترمم. في تجارب مجمع البحرين يا استاذ بسام يعني كان لي الشرف ان انا يعني اكتشاف موقع اثري. فين؟ وفي ما في راس محمد في سينا مكان لقاء سيدنا موسى والخضر وده كان لي الشرف ان انا اللي اكتشفت الموقع. طب ايه ده ما حضرتك لنا على الاكتشاف ده ده في مجمع ده في يعني نشر في 2013 و 2014 طب مجمع البحرين معلش الواقع بقى ده احكي لنا ايه اللي حصل <applause> انا مش عايز اشخص <applause> <من> الموضوع بس <applause> لا مش هنشخص بس ده يعني ده ده فخر لينا هو كمصريين طبعا هو أيوه طبعا مجمع البحرين مذكور في سوره الكهف لكن مفيش اي حد من العلماء والباحثين كان يتكلم عن الموضوع فربنا ربنا اكرمني وقدمت لمحافظ جنوب سيناء دكتور هاني محمد متولي السابق الراجل بصراحه قدم لي كل التصريح والامكانيات اللازمه لاكتشاف الموضوع. مشينا واشتغلنا وربنا اكرمنا باكتشاف الموقع ولقينا صخره اللقاء موجوده صخره الاسد ومرسى سفينة الخضر موجود في راس محمد ومكان اللي انطلق منه حوت نبي الله موسى. معلش هو ممكن يبقى سؤال ساذج حضرتك, حضرتك عرفت ازاي ان هي دي الصخره؟ الشواهد الاثريه، آه. احنا عندنا آه. القران، مسكنا يعني القران القصه نفسها بيقول إن يعني القران مش مش واصف الصخره لا القران وصف كل حاجه يعني القران التوصيف اللغوي لكلمه مجمع البحرين لا تنطبق جغرافيا في اي مكان في العالم الا في راس محمد ملتقى خليج العقبه مع خليج السويس ده مم. توصيف ده الموقع العام طب نمسك بقى الاحداث مطلوب سفينه ولقاء وصخرة اللقاء وده آخر نقطة في اليابسة اللي هيقف فيها سيدنا موسى ويبقى على يقين إن هو بلغ آخر اليابسة قال لا أبلغ حتى أبلغ مجمع البحرين بلوغ لنقطة مجمع البحرين هي بلوغ لآخر نقطة في اليابسة في شبه جزيرة سيناء اللي هي رأس محمد الحالية والموقع الموقع موجود والأزهر الشريف نشر الموضوع برضو م. والصحف برضو في مصر نشرته وأتمنى إن إحنا نبدأ سياحيا. سياحة دينية طبعا. جديدة ممكن نشغل الرصيف دوت تاني نعمل سياحة يومية ما بين مصر والدول المجاورة الخليج لكن إيه اللي حصل بقى السنة اللي فاتت في رمضان بقى أستاذ للأسف برنامج اتعمل لمغني مشهور مصري مش هنذكر اسمه برنامج اترفع فيه اعلام الصهاينه وطيارات هليكوبتر وبيعملوا حاجه زي الكاميرا الخفيه وتلوثت المكان وتلوثت المكان يعني وتساب الزباله وتساب التكسير وصور الاستاذ عن عماد الكلام يعني كان المفروض احنا ننطي الضوء على اكتشاف زي دوت لكن للاسف راحت صور برنامج وقعد 30 يوم وصرف ملايين ومجمع البحرين وان هم مجرد اخبار في الجرايد بيقبضوا على الفنان وبيعملوا فيه حركات ويعزفوا احنا عايزين سياحه عايزين سياحه ما احنا عندنا اكتشافات وعندنا اماكن جميله طب ما نسلط عليها الضوء يعني مجمع البحرين مجرد ان هي في الجرايد وفي الاعلام حلقتين ثلاثة بس اللي اتكلموا عنها وخلص الموضوع لا احنا بس عايزين اول مره يعني معلش انا اسفه طبعا ده بالموضوع, بالموضوع رغم انه نزل في الاهرام صفحه اولى عايز اقول لحضرتك ان الموضوع تم اكتشافه في 2012 جميع الصحف العربيه نشرته بما فيها الجزائر مشكوره على يومين يعني اخبار اليوم الجزائريه نشرت الموضوع بالكامل بتفاصيل تلفزيون بلدك اهو واديك قلتها في تلفزيون بلدك اتمنى ان مجمع البحرين والدكتور مشكورا الدكتور عبد عبدالح... عبد الرحيم ريحان مدير عام منطقه اثار جنوب سيناء هو اللي مشكورا القى الضوء على الموضوع اعلاميا يعني فاتمنى ان احنا نسلط الضوء نبدا نخلي المصريين يروحوا يشوفوا مكان زي ده دي سياحه دينيه يا ريت التعمل... اعملي جسر يعني الحكومه تعمل جسر بينها وبين الناس بينها وبين الشعب إحنا يعني احنا ما زلنا لغايه اللحظه في الحكومه صح احنا ما زلنا لغايه اللحظه مم. اللي احنا بنتكلم فيها دي مش عارفين نبيع يعني نفسنا او نتكلم على اثارنا نصوق. صح نسوق لنفسنا صح؟, صح مش عارفين نعمل الموضوع ده يعني حدث زي اللي حضرتك بتتكلم عليه ده كل كاميرات العالم كانت تيجي تصور تصوق. الحدث ده وتنقله ونبيع الماتيريال وعايز اقول لحضرتك ان صخره اللقاء دي صخره اسمها صخره الاسد ها. صخره شكلتها الطبيعه اسمها صخره الاسد على شكل اسد شبيهه لابو الهول ده صخره اثريه صخر سيدنا موسى والخضر صخره اللقاء العلامه اللي اتذكرت في القران هم. متحف في نيفاس بتاع نفس... سانتا في في امريكا حاطط إيه. لك عصايه رئيس قبيله من 1954 انا شفتها 1954 قلت لهم يا جماعه حطوا قبل الميلاد لحسن الناس تفتكر ان دي ميلاديه قالوا لي لا دي 1954 ميلاديه يعني ده بعد الثوره ثوره 23 يوليو 52 بسنتين قلت لهم انا ما هزرت معاهم قلعت الجاكيت بتاعه قلت لهم قلت لهم ده 1954 حطوه في متحف احنا فاضل لنا دقيقتين فعايزين يعني قولا فصل في هذا الموضوع لان احنا عايزين نستفيد باثارنا كمصريين اول حاجه ان احنا يبقى عندنا وعي بيها دي نمره واحد وعي بقيمتها دي نمره اتنين نحافظ عليها دي نمره تلاته نمنع يعني اللي عايزين يهدوا حضارتنا او ان هم يسرقوا حضارتنا ان هم يتدخلوا ويعبثوا بينا فكلمه اخيره في دقيقتي <applause> <applause> كلمه اخيره لن نكل ولن نمل احنا بنطمنك كشعب مصر في جيوش من شباب ورجال ونساء مصر قاعدين بالمرصاد للي بيحاولوا يسرقوا حضرتنا نحن لا نعمل في الحكومة ولا نعمل في أي مركز ولا نريد أي مركز ولكننا من حبنا في حضرتنا وبلدنا إحنا هندافع عليها لغاية آخر نفس مصر هي السيرة والمسار وهي أيضا المسيرة أستاذ عماد إذا فقدنا حضارتنا فلن يكون لنا مستقبل طبعا الملوش ملوش ماضي يعني بالزبط. تاريخ لو مش هنحافظ على حضرنا يبقى مش نقدر نبني مستقبل لبكره. صح ده كلام مظبوط. بشكر حضراتكم نورتونا النهارده في دا مصر دا الاهم وهنطلع لفاصل مع كل الساده المشاهدين ونرجع مره ثانيه نواصل لقائنا مع حضراتكم فقرتنا القادمه مع احمد الصاوي وقراءه لاهم منشطات صحف الغد وضيفنا في الفقره القادمه الاستاذ محمود نفادي الكاتب الصحفي بجريده الجمهوريه.